المشاهدون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. جدد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مياردت جدد حرص بلاده على دعم العملية السلمية والاتفاق السياسي الإطاري في السودان. وأكد خلال لقائه أمس بالعاصمة جوبا عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يحيى، أكد دعم بلاده للسودان تحقيقا للسلام الشامل وتعزيزا للاستقرار والتنمية. ويذكر أن اللقاء بحث مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا المتصلة باتفاقية السلام والاتفاق السياسي الإطاري. تم أمس الجمعة بالقصر الرئاسي بأنقرة التوقيع على مذكرة تفاهم بين السودان وتركيا، ووقع عن الجانب التركي نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي، فيما وقع عن الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء عثمان حسين. وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك في مجالات تطوير الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية وترفيع مستوى التبادل التجاري والتعاون في مجالات النفط والمعادن بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين. أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب لدى زيارته أمس لمدينة الحوش بمحلية جنوب الجزيرة يرافقه عدد من أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية، أعلن أن حكومة الولاية صرفت أكثر من 6 مليارات جنيه على التنمية في العام 2022 شملت جميع القطاعات والمحليات، مجددا الالتزام باستمرار الصرف على التنمية ضمن خطة العام الجاري، وأشاد بالجهود الشعبية والمجتمعية في الدعم المتصل للخدمات. وافتتح بمدينة الحوش عددا من الفصول بمدرسة الحوش الثانوية بنين ومباني وحدة الحوش الإدارية، ووضع حجر الأساس لمباني ديوان الزكاة بالولاية. زارت ولاية النيل الأبيض يوم أمس البعثة الدولية لمركز كارتر الدولي بغرض الوقوف على تقييم تجربة مبادرة دعم المؤسسات الصحية والتعليمية بالمعينات الطبية. وشملت الزيارة جامعة العلوم الصحية بكوستي، ووقف الوفد على المعامل الطبية لتدريب الدارسين. وقال المدير الإقليمي لمركز كارتر الدولي سارة لافينا، قالت إن المركز يقوم بدعم الكليات الطبية بمعامل وكتب وأجهزة حاسوب وغيرها، مؤكدة تواصل إسهامات المركز المستمرة لكل المؤسسات الصحية والتعليمية بالمنطقة. أفشلت إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر محاولة تهريب كميات من الكريمات ومستحضرات التجميل والسجائر وألعاب نارية، وذلك بضبط عدد الثلاث لواري بمنطقة النكسيب بالبحر الأحمر. وأشاد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب مزمل علي عباس بالضبطية ودور قوات مكافحة التهريب بالولاية والعمل الجاري لمحاربة التهريب في سلاسل جبال البحر الأحمر وما جاورها رغم وعورة المنطقة. المشاهدون الأعزاء، قدمت لكم موجز الأخبار. لمزيد من البرامج والأخبار يمكنكم متابعة صفحات الشروق على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.